لا كاين هناك تفاعل ديال الجمهور ماشي ميتافيزيقي اه ميتافيزيقي لا ميتافيزيقي كنسمعوا بين الاحلام ديالنا اللي ما قدرناش نوصلوا ليها يعني هذا يعني هذا النوع من الرقص اللي احنا اختاريناه كنحسوا اننا كنحققوا يعني عوض مع اننا كنبغيو نكونوا مع شاروخان ومع كاجور ولكن فاش كنرقصوا على انغامهم كنحسوا بان كل واحد فينا بانه هذاك شاروخان ميراجان هو في الدورة ديال السادسة هو ميراجان ميراجان أولا شبابي 100% لأن اللي كيصرفوا عليه أغلبية الشباب ثاني حاجة ميراجان هو في الدورة هذه السادسة هو جاب قوة جداد لأننا انفتحنا على فضاءات جديدة هنا في فريبا ما عمر ميراجان هو انفتح عليهم أشكال ديال الورشات ورشات جديدة ما عمرهم كانوا في فريبا ثاني حاجة العروض الدول لانهم ما عمرهم زاروا مدينه خريبكا مسرحيا الفضاءات اشتغلنا على فضاءات جديده فضاء خريبكا سكيت وفضاء الخزانه الوسائطيه حتى النوع ديال الجمهور الشبابي كما كتشوف القاعه كانت كامله عامرة اغلبيه الشباب هذا هو الاتجاه اللي بغينا نمشيو فيه في المهرجان الاول الشعار الشعار اجي نتفرجوا واش كانت تقرب ليا هذا الشعار بدور المسرح في الحياة الشعار نمشيو نتفرجوا في المسرح المسرح هو شعار اختاريناه باش ما يكونش واحد الفرق في المتتبع ديال المسرح نمشيو نتفرجوا في المسرح اي واحد يمشي يتفرج في المسرح ماشي ضروري مثلا ماشي ضروري انفيتاسيون ماشي ضروري دخل بريفي ماشي ضروري بدون قيود ماشي بقيود المسرح للجميع فعلا انا سعيد بهذا اللقاء وهذا التكريم طرف فعاليات الشباب المسرح الأول في رجال الدولة فعلا أنه لعرس كبير ويسعدني ويشرفني أن أكون بين أحضان هذا الشباب خطر الوالد وكل هذه الفعالية المشاركة من فنانين وصحفيين ومبدعين في هذه الخشبة فأنا مدين بهذه المدينة مدينة قريبها بهذه الالتفاتة الرائعة والجميلة التي أثلجت صدري وجعلت مني أن أحيا من جديد فأنا دائما في مسار آخر في مسار مستقبلي ومتمنياتي لهذا المهرجان بالتوفيق والنجاح والاستمرار أنا جيت فرحانة وجيت سعيدة أنني كنت واجبة لي لأنها عندي جميع كنشكر اولا جمهور مدينه خريبكا على هذه الحفاوه وحفاوه الاستقبال بصفتي كالمديره الفنيه كل سنه مع جمعيه الرواد انا جد سعيده انني نكون المديره الفنيه جمعيه الرواد من الشباب اللي تخدم في خريبكا من الشباب اللي كيناضلوا من الشباب اللي ما تيقولوش لا من الشباب اللي دائما كل سنه خاصهم يقوموا بالمهرجان وهذه الدوره السادسه الدوره الرابعه التميز ديال الدوره التميز هو ان كل سنه كنجيبوا البديل كنجيبوا الجديد كنجيبوا كل عام كنجيبوا مدينه فرقه البرازيل روما ايطاليا فرنسا هذا العام الامارات تونس كل سنه كنجيبوا الجديد سنتين درنا محمد رياض من مصر كتكريم السنه اللي فاتت درنا سمير عبد العزيز هذه السنه كان تكريم ديال الاستاذ عجعجي لعب الاله والفنانه الام ديال بلاد المنانة سعديه ازغون وكذلك السنه اللي فاتت سعد خوي الحاج السوري الاستاذ الحاج السوري كاينين مفاجات كل سنه كنديروا مفاجات للجمهور ديال خريبكا تبارك الله على هاد الشباب ديال جمعيه الرواد كنتمنى لهم مسيره موفقه كل ما كانوا الشباب وكيحبوا هاد المهنه وانهم باغيين يخدموا يزيدوا قدام اذا لا خوف على المسرح كمديره فنيه ما نكونش كمديره فنيه لا خوف على المسرح لان كاينين شباب في الطاقه في هاد جمعيه الرواد لا خوف على المسرح فرحوا كان نشرفوا بحضورنا الدورة السادسة ديال مهرجان الرواد اللي هو مسرح أصبح الآن مهرجان دولي ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذا المهرجان بدا كيكتسب يعني المصداقية ديالو في هذه المدينة هذه
وبدأ يحج إليه العديد من المهتمين والعديد من الضيوف من المغرب ومن خارج المغرب، وهذا يثلج الصدر، وهذا يعطي أيضا يعني فكرة على أن أفريقيا هي مدينة المسرح، وعلى أنها ستبقى مدينة المسرح، وعلى أن المسرح لا بد أن ينتعش انطلاقا من مدينة أفريقيا. وشكرا. يعني بصراحة أنا مبهر، لأنني كنشوف جمعية ديال الرواد كتتنظم هذا التنظيم المحكم، تنظيم في الحقيقة اللي كيرقى المستوى ديال المهرجانات، فعلا المهرجانات الدولية. فمقارنة مع عدة مهرجانات سابقة، فأننا نحن فريقا ولات عندنا مهرجانات بمعنى الكلمة، ولينا كنشوفوا أن ولينا كنعتبروا أننا كننظموا مهرجانات المستوى الأكاديمي، مش كان المستوى المحلي أو الوطني. فأنا كنقول أنه بدلوا أنه رواد دوليين، ففعلا من خلال التنظيم المحكم، من خلال الفقرات، من خلال التكريمات، من خلال الوجوه، من خلال الجمهور، فكنعتبروا على سبيل أننا أصبحنا في مدينة أفريقيا بهذه المهرجانات في مدينة أفريقيا الأخرى قام بهذا المركب الثقافي. أصبحنا الحمد لله كأفريقيين نفتخر أننا وليداتنا نفتخر أننا أصبحنا نسيروا الركب، وأصبحنا بهذا المهرجان في عنا أننا فعلا المخرج مكرمون هذه الدورة. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.